تنضم إلينا من رام الله الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. دكتورة تمارا مرحبا بك. إذن في هذه المرحلة من الحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم 400 على التوالي، يعني ما هي الأهداف التي يسعى جيش الاحتلال إلى تحقيقها سواء عسكريا أو ميدانيا؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. أولا الاحتلال الإسرائيلي طبعا وضع أهدافا محددة، ولكن الهدف الأساسي الذي لم يتم الإعلان عنه في أرض قطاع غزة وهي إعادة هيكلية قطاع غزة جغرافيا وديموغرافيا، بمعنى ما يحدث اليوم في شمال قطاع غزة وتحويل جزءا منها بشكل كبير جدا إلى بعد عملية تدمير البنية التحتية والمنازل والمدارس وتفريغ المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم بشكل قسري وسياسة التجويع الممنهجة التي تحدث بعد الإدخال. الهدف الأساسي تقسيم فقط منطقة الشمال إلى قسمين، بمعنى أصبح الآن هناك حصار على منطقة بيت لاهيا وجباليا وبيت حنون عن منطقة مدينة غزة. الهدف الثاني أن يتم استقطاعها فقط على منطقة أن محور نستريم الذي أصبح كمساحة 65 كيلومتر، لكن فيما يتعلق الطول من الشمال إلى حتى منطقة كرم أبو سالم عملية الدخول كعمق 1 كيلومتر جعلها منطقة آمنة عازلة، ثم جعل محور لجل في 14 كيلومتر السيطر عليها، لكن العمق في الداخل قطاع غزة حتى هذه اللحظة غير واضح المعالم كيف سوف يتم تحويلها كمنطقة آمنة عازلة، رغم أن هناك موجود كمنطقة آمنة عازلة لكن يحاولون من خلال تدمير البنية التحتية وتدمير المنازل وقصفها لتسويتها هذه الأرض ثم إنشاء منطقة كقاعدة رقابة استخباراتية وأمنية وعسكرية. هم يريدون كحكم ذاتي فقط للمواطنين الفلسطينيين في 3 مناطق، المنطقة الأولى وهي شمال غرب منطقة قطاع غزة، غرب المحافظة الوسطى، وأيضا غرب خان يونس، بمعنى مواصي خان يونس. هم يريدون تركيز المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة، ثم أن يكون هناك مستقبل إدارة فلسطينية كحكم ذاتي، كحكم إداري معاشي، ولكن بشرط أن لا تكون هناك قوة مسلحة، بمعنى أن اليوم تالي عبارة عن نزع السلاح كلية، إزالة كل التهديدات الأمنية التي يشير إليها الواقع الإسرائيلي، جعل بعض المناطق تحديدا شمال قطاع غزة قد تتحول إلى مشاريع استثمارية سياحية تجارية، بمعنى حتى هذه اللحظة لا رؤية لعملية عودة النازحين أو الذين تهجروا بشكل قسري إلى المنطقة الشمالية. هناك بالعكس هناك استخدام القصف الجوي بشكل كبير جدا والدخول البري بشكل أعمق وأعمق إلى الداخل شمال قطاع غزة، لكن تحديدا دكتورة تمارا شمال قطاع غزة تحديدا، ولعلك تتابعين هذه الصور على شاشة القاهرة الإخبارية التي تشير إلى ما أشارت إليه تقارير أممية عديدة من أن شبح المجاعة بالفعل يخيم على شمال قطاع غزة وهو تجاوز بالفعل عتبة المجاعة. يعني ما المقصود إسرائيليا من هذا التجويع المتعمد الذي بلغ ذروة ربما لم تبلغه حروب أخرى مثل الحرب العالمية الثانية حسب أيضا تقارير من منظمات حقوقية وأممية؟ صحيح بالفعل، للأسف هذه الوكالة الدولية أو المؤسسات الدولية التي توثق أن هناك سوف يصل إلى عتبة المجاعة، لكن فعليا هناك مجاعة. عندما نتحدث مع المواطنين الفلسطينيين في منطقة شمال قطاع غزة هم الآن فقط يعيشون على رمق الحياة أو على عتبة الحياة، على كأس مياه وفيها بعض القطرات من الملح حتى يبقوا على قيد الحياة، وكأنهم عبارة عن مضربين عن الطعام وفقط يريدون البقاء على قيد الحياة. لذلك لم يحدث في تاريخ الحروب كما أسلفت في سؤالك الكريم، لم تحدث في تاريخ الحروب في العالم إلا أن تكون هناك بين الفينة والأخرى هدنة إنسانية مدة ساعة، وهذا موجود في الاتفاقية جنيف الرابعة، هناك اتفاقيات دولية وشرعية دولية، الأمم المتحدة تشير أي حالة نزاع أو صراع أو حالة أزمة بين طرفين على الأقل أن تكون هناك ساعة لإدخال الطعام والشراب والمساعدات الإنسانية والصحية والغذائية وإدخال المؤسسات الدولية. أيضا المؤسسات الدولية هي الوحيدة التي تستطيع الدخول، سواء كان الصليب الأحمر، المؤسسات الدولية التي تعنى بالطفل بالنساء وغيرها. الآن هناك حرمان لهذه المؤسسات الدولية حتى على مستوى الأونروا التي تحت إطار هيئة الأمم المتحدة، أيضا يتم عملية إغلاقها وعملية حصارها. الهدف الأساسي هم لا يريدون أي نوعية حقوقية إنسانية بشكلها الطبيعي، الهدف الأساسي من التجويع إخراج المواطنين، ثم أن تأتي شركة أمنية حسب ما وقع الإسرائيلي تم الإعلان عنه
سوف يكون هناك شركة أمنية إسرائيلية تتوافق وكأنها بديل للجيش. يعني الآن هم يريدون تعزيز خطط، نظرا أن الخطط هي فشلت، سواء كان بالعشائر الفلسطينية فشلت، سواء كان بعملية إيجاد بديل لحركة حماس حتى هذه اللحظة فشلت. الواقع الإسرائيلي لا يريد أن تكون حركة حماس ترتب أوراقها، هناك أصبح بديل بالنسبة للواقع الإسرائيلي، يريدون جلب شركة أمنية لها علاقة وكأنها عبارة عن أحد الشركات التي ممتدة كبديل للجيش الإسرائيلي أن يستكمل مهام، سواء كان بتقديم المساعدات حتى ما يدعون سيقدم المساعدات، ولكن لا أعتقد أنه يقدم المساعدات للهدف الأساسي بديل عن الجيش، كون الجيش الإسرائيلي أصبح مرهق، هناك في حرب غزة وهناك حرب جنوب لبنان، ولا أحد يعلم تماما ماذا سوف يفكر نتنياهو بفتح حروب أخرى في المنطقة. دكتورة تمارا، يعني مع قدوم سيد جديد للبيت الأبيض، كيف يمكن تصور من باب التحليل السياسي طبعا، كيف يمكن تصور مستقبل هذه الحرب، على الأقل مستقبلها القريب؟ أولا، ترامب بدأ فعليا في مشاوراته وإرسال مستشاري إلى منطقة الشرق الأوسط. المستقبل في الأسبوع القادم سوف يكون هناك زيارة لأحد مستشاريه الذي كان في خلال فترته الأولى في عام 2016، وهو مسعد بولس، وهو الذي سوف يهتم بالبعد اللبناني. سوف يتم إرسال مستشارين أو عن طريق الشركاء التقليديين وتحالفهم في منطقة الشرق الأوسط تحديدا مع ترامب، مع هذه الدول سوف يتم أكثر يعني إرسال أكثر من رسالة. ترامب لديه سياسة ترامب هي سياسة الصفقات، سياسة المقايدات وسياسة الابتزازات. سوف يستخدم في بداية الأمر سياسة الترغيب ثم الترهيب. إذا نجحت سياسة الترغيب وهي المتعلقة إخراج الرهائن مقابل إعمار قطاع غزة، تحديدا أن الشركات المستقبلية ليس لن تكون في فترة ترامب هي شركات السلاح الدولة العميقة، سوف تكون هناك شركات أخرى لها علاقة بالإعمار وإلى ما ذلك في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا في مناطق النزاع جنوب لبنان وأيضا قطاع غزة. لذلك ترامب اليوم سوف يقايد إخراج الرهائن مقابل إعمار قطاع غزة، وإيجاد إدارة مدنية تتلائم وفق الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية في منطقة لبنان. سوف تكون هناك صفقة لها علاقة بمعادلة إعادة البناء مقابل إبعاد حزب الله للأبعد أبعد ما بعد النهر الليطاني. بما يتعلق الملف الإيراني أيضا سوف يتم التعامل معه بسياسة الترغيب ثم الترهيب. الترغيب تشير إلى واقع أن إيران إذا لم تقدم الدعم اللوجستي والتسليحي لأدروعها وأن تكف عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط، قد يكون هناك اتفاق جديد بالنسبة لترامب، لكون أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليس كما إدارة بايدن. ترامب الآن يريد أن يعزز أمريكا أولا. نعم، لكن يفهم من هذا دكتورة تمارا، يفهم من هذا أن صيغة الحل التي سيتقدم بها ترامب ستتضمن انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة، وهو طبعا معروف أنه هذا هو شرط حماس. طبعا سؤال مهم جدا، هل أن إسرائيل سوف باختصار لو سمحت تريد أن تحقق نعم باختصار إسرائيل تريد أن تحقق السيادة الأمنية الإسرائيلية الكلية شاملة على قطاع غزة مقابل صفر إدارة مدنية، بمعنى هي صفر أن لا تقدم الخدمات كواقع معاشي وأيضا غذائي أو إغاثي. لكن قد يكون هناك نتنياهو، أيضا نتنياهو رجل الابتزازات والمقايضات والمساومات، قد يكون هناك انسحاب من بعض المناطق بشرط أن ترامب أن يقبل السيادة أو يعترف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة في الضفة الغربية، وهذا يعتبر بشكل تدريجي عملية الانتحار السيادة الإسرائيلية، رغم أن إسرائيل هي محتلة الضفة الغربية، ولكن عملية الاعتراف أمريكا على المناطق المصنفة جي وهي تقدر 60% من الأراضي الفلسطينية التي تحت إطار أن تكون مستقبلا هي دولة فلسطينية، هذا إشارة قد يكون هناك صفقات. يعني أيضا نتنياهو لديه رؤيتي، هل أن سوف تكون هناك تشابك رؤية ترامب مع رؤية نتنياهو لتخفيف الحروب، أو أن يكون هناك تعارض ما بين الرؤيتين من أجل الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؟ في ذلك الأيام القادمة سوف يتم عملية معرفة النتائج في المستقبل، لكن في نهاية المطاف هناك شهرين قادمين سوف يستمر نتنياهو
في عملية التصعيد حتى يضغط ويحقق الأهداف، ثم أن تكون هناك عملية أسلوب الترهيب أو الترغيب بداية ثم عملية الترهيب. لكن باعتقاد بأن ترامب قد يخفف الحروب ولكن بطريقة الشروط أو طريقة الحفاظ على المصالح الأمريكية، ولكن مع الحفاظ على الأمن القومي لإسرائيل، ولكن قد لا تكون مع وجهة نتنياهو الذي يريد إطالة الحرب تحديدا في قطاع غزة. كون إطالة الحرب دكتورة تمارا حداد، المصالح الاقتصادية الأمريكية. شكرا لك دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية من رام الله.